مرسي العبادي من مخيم الدهيشة، طبعا برسم مسمى الشهداء. لما اغتالت قوات الاحتلال 3 شهداء في نابلس اللي هم محمد الدخيل واشرف بن بصلت والشيشاني، فكان يعني طريقه الاغتيال ما كناش شايفينها من ايام الانتفاضه الثانيه. الواحد بكى نفسه يساوي اي شيء قدمه لالهم يظلوا موجودين في الذاكره. فرسمت اول رسمه لهم، شوي شوي لما شفت الاثر اللي بيظل جوا اهل الشهداء وقدام كل الناس، وانه الشهيد ما بينتسى والكل بيظل يتذكر فيه وبيظلوا يسالوا كيف قصته وكيف استشهد وهيك، بس استمريت فيها. صرت اطلع ارسم لحالي، اني ارسم في مخيم الدهيشه خصيصا وفي باقي مخيمات فلسطين، لانهم زي ما بتعتبري بتعرفي انه كل ازقه المخيم فيها حكايه لمقاومه، لشهيد مرق منها، شهيد عايش فيها، اسير جريح. والمخيم زي ما تحكي هو حكايه لكل المعاناه اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني، وحكايه للمقاومه والثوره ضد الاحتلال. في شاب صاحبي استشهد قبل استشهاده تقريبا في ساعات، يعني العصريات، واستشهد الفجر ثاني يوم. فكان يظل كل ما يشوفني يظل يقول لي، كل ما ابقى طالع عرسه بترسمني تنساش ترسمني من هذا الحكي. فنفس اليوم هذا يعني يومها مش عارف تكون انه حاس، وصار كل تنساش ترسمني كربت. وبنفس اليوم طبعا استشهد، ويوميتها يعني بقى طالب مني اني وين ما اروح ارسم في اي مدينه ارسمه، يعني ان شاء الله راح ارسم في نابلس زي ما وعدت يعني، وفي جنيف. لما برسم رسمات الشهداء بحس حالي اني قدمت صح شيء بسيط، بس انه شيء له اهميه كبيره عند كل حر وشريف في البلد وعند اهالي الشهداء. ورساله الشهداء راح تظلها موجوده للاجيال القادمه وما راح ينتسوا. طبعا بفتخر في هذا الشيء وراح اظل مستمر فيه ان شاء الله لحتى يكون في اخر شهيد في فلسطين وتتحرر البلاد. انه بنوجه رساله لكل العالم انه احنا راح نظل مستمرين في رسم شهدائنا الاشرف منا جميعا اللي رووا بدمائهم الطاهره ارض فلسطين دفاعا عنها وعن مقدساتها، وراح نظل نرسمهم الى يوم التحرير ان شاء الله. راح نظل مستمرين في هذا الشيء لانه احنا بنقدم شيء صح بسيط لكن شيء خلد ذكراهم داخل الأجيال القادمة وكل من يزور فلسطين. وين العمر اللي كان رفقة وهوى وتحنان، دبنا بأسى الهجران دبلوا عينينا. زهور الدنيا راحوا على الجنة،